كنت أشتغل يا صياد البحر، كنت يعني أشتغل أروح كذا أروح كذا، أجيب لعيالي ولد غلاية يجيلون كلها أجي أروح كذا أشتغل، لكن الآن بعد الحادثة خلاص ما أقدر أروح أي مكان. يوم ما تقمعن قرح بحملهم تقمع رجلوني وذا العمل اللي بيني من صحيح لظهري والعملية اللي معي، يعني ولا عاد أقدر أهب العمل ولا أقدر أحمل شيء. من احنا 7 نفر الذي كره بنا الحادث، رحنا كذا نتمشى، يعني كره بنا اللوم وحنا نتمشى في ذاك اليوم كان ما فيش امل، كنا في ذاك اليوم عاطلين عن الامل. طبعا انا كنت ادنى شباب بعد يعني شبتي كذا، رحت تمشى ما بالله ما زدت الا واللوم قدم في قلبنا. أصحاب المواقف كانت وأسوأ الحال لما نحصل الضحايا، توصل الإنسان هناك مقطع أو مكسور الضحية أو قد توفى الضحية، هنا يحدث عندنا لما يبلغونا بأن الشخص أصاب في منطقة أو نوصل نشوف المنظر. طبعا هذا كان من أصعب المواقف، يعني لما توصل عند شخص ما لا يستطيع البقية تقديم أي مساعدة له. في يوم من الأيام نزلنا كاس طلع المنطقة، كانت عندنا شبه مشبوهة قبل ما تكون مشبوهة، يعني دخلنا منطقة تفاجأنا بانفجار لغم، كنت أنا الضحية، يعني تساعد اللغم لغم فردي مضاد الأفراد، نتج عنها بتر الرجل. أتمنى يعني يوقف هذا الحرب، يعني والبشر يعني الناس يقدر يعني يتخلوا هذه الظروف اللي بينهم بين هذا الحرب، ينسوا هذه الظروف هذه المشاكل، ينسوا كل شيء. وأتمنى يكون يعني ترجع الأيام كما كان، أقدر أنهض على رجولي، أقدر أتحرك، أقدر يعني أشتغل، أقدر أنهض بكل شيء اللي أستطيعه. نصائحي لضحايا الغم أن هلا تعيقهم مثلا من حصل له قتل لا سمح الله أو من حصل له، لا تكون عندها عائق أو قل طبيعي يجعلها منها يعني دافع للاستمرار في العمل ولا ييأس، لأن إذا وضع الإنسان في مجال اليأس يعني أو في نفسيته اليأس يعني سوف يتحطم وينهار، لكن وضع الأمل